منذ اندلاع الأزمة الراهنة في السودان كانت مصر متابعة للأحداث، وقد أوضحت في أكثر من بيان موقفها الداعم لاستقرار السودان. ففي 25 من تشرين الأول وعقب الانقلاب أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن متابعة التطورات في السودان، ثم أكدت من خلال بيان ثان في 24 تأييدها لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده. أما في بيانها الثالث فقد أشارت في 8 كانون على متابعة التطورات الأخيرة في السودان، مشددة على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني والتعامل مع التحديات الراهنة بما يضمن سلامة البلاد. الوضع في السودان في 25 أكتوبر 2021 مصر مهتمة جدا بقضية السودان، لأن القضية السودانية أو الوضع في السودان هو قضية أمن قومي بالنسبة لمصر. مصر طول عمرها مهتمة بالشأن السوداني، ويمكن لو رجعنا للتاريخ شوية هنلاقي أنه كانت مصر والسودان تقريبا كانت كيان واحد ودولة واحدة. فمن هذا المنطلق مصر بتهتم جدا بالشأن السوداني، كل ما يحدث في السودان هو يعني يكاد يكون بيحدث في الشارع المصري. انطلاقا من هذا مصر مهتمة جدا بالقضية السودانية ومهتمة جدا بالوضع هناك، والتوترات والأوضاع والمظاهرات اللي حصلت هناك منذ مظاهرات 25 أكتوبر. تزداد الأحداث تعقدا في السودان، خاصة بعد استقالة رئيس الحكومة السوداني. فقد أكدت مصر في بيان لها عن دعمها للتحرك الأممي الحالي الذي يساعد في تحقيق الاستقرار في السودان من خلال تفعيل الحوار بين الأطراف السودانية، والذي من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى. مصر دعمت قرارات الأمم المتحدة، وأعلنت في بيان الخارجية المصرية عن أنها تدعم هذا القرار وتدعم الاستقرار في السودان، ولكن تبقى النقطة المهمة وهي دور المجتمع السوداني ودور الفصائل السودانية ودور المكونات السياسية الموجودة في السودان، أن يكون هناك مرونة بين الأطراف المختلفة، وأن يكون هناك توافقا على مصلحة السودان وإعلاء الشأن السوداني ومصلحة المواطن السوداني، حتى يهدأ الشارع السوداني ويشعر أن هناك تحركات وأن هناك إرادة سياسية حقيقية من جانب هذه الأطراف لحل الأزمة والوصول بالسودان إلى بر الأمان والاستقرار. ناشدت مصر كافة الأطراف السودانية للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وأعربت عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السبل الممكنة. كما شددت مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة بأكملها. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.